أعمال فنية خالدة وفقت فصولاً من حرب أكتوبر المجيدة. أول أفلام عرضت عن حرب أكتوبر عرضت في 6 أكتوبر 74. أفلام ومسلسلات وعروض مسرحية سجلت بطولات المقاتل المصري. صفحة مضيئة من صفحات المهمة للفنان المصري. قدر علي عبد الخالق إنه يعمل فيلم عظيم وأغنية عم ممر. ده فيلم حربي من الألف. عمل وطني يطالب بالمقاومة. من الاستنزاف إلى النصر. شعب كامل مع قرار التنحي خارج شايل يفض هنحارب. ما ينفعش نعدي من غير ما نتكلم على أستاذ محمود ياسين. كيف صنعت تلك الأعمال؟ مشاعر أكتوبر كانت حاضرة. وكيف كان تأثيرها؟ أعطى طاقة غير طبيعية لإمكانية مصر. كيف كان الفن المصري شريكا في معركة تحرير الأرض وشاهدا على النصر العظيم؟ عليك الآن أن ترى نصر أكتوبر وبالطريقة التي تليق به. دراما النصر قريبا على الوثائقية.